بسينما اليوم معنا الياس دمر الناقد والمستشار السينمائي أوسكار 2022 رح يكون يعني مثل كل الأوسكارات يلي مرقوا هالسنتين ثلاثة مميز بأجوائه ولكن الأفلام عم تكون على مستوى كثير عالي. بونجور بونجور كاتيا. يعني يمكن أجواء الحفل عم بتكون يعني صعبة صحيح. إنما الإنتاج السينمائي مكمل وبزخم كمان. صحيح بشكل كتير انك ضويت على هذه النقطة انه الانتاج السينمائي مكمل وبزخم وما بدنا هون يعني قد ايه صار في حملات خصوصا بالماضي ان كان من الجماعة السينمائية يعني الناس اللي عم تصنع سينما او حتى الفيورز اللي مثلنا نحن كثير عشاق للسينما انه نقول انه منصات البث الترفيهي او الستريمينج سيرفيسز مثل نتفليكس وغيرها ما رح تحل محل السينما وما رح تكون هي بديل بس ما بدنا ننسى كمان قد ايه فضلها كثير كبير لانه ذكرت انه ضل الانتاج زخم وقد ايه ضلوا مع كل البروتوكولز الصحية لانه يعني عم يصوروا كان وقت كوفيد كيف ضلوا مكفين فين وقدرت هذه المنصات فعلا انه تعوض عن اقفال صالات السينما وشفنا قد عليت نسبه المشاهده يعني وقد حتى حققوا ارباح يعني عم شوف كنت الصبح اليوم ارقام نتفليكس كانوا من 11 مليار وصلوا هلا تخطوا 30 مليار بخمس سنين تربلوا ارقامهم ولحقوهم اكيد ديزني بلس واتش بي او ماكس وغيرهم وعم نشوف هلا نتفليكس عم تحقق 12 ترشيح لجوائز الاوسكار بفيلم ذا باور اوف ذا دوغ هذا شيء كثير مهم لانه انجاز وبيعتبروا انه حلم انه يقدروا يفوزوا يمكن لاول مره بجائزه افضل فيلم وعم نشوف كمان السنه قد ايه بعد قصه الكوفيد كمان اللي هي اثرت على كل شيء واثرت على الانتاج مأثره كمان على الحفل بحد ذاته لانه مثل ما ذكرت كنا عم نحكي هلا قبل اللايف انه هذيك السنه كانت شوي النسخه اذا فينا نقول مقلصه بس اقتصرت على النومينيز المرشحين وعلى توزيع الجوائز واكيد كان في تيليكاست بس ما حسينا بإذا بدك روعة الأوسكار اللي بنشوفها نحن دايماً والشو لأنه الأوسكارز هي مش بس الأوسكارز مش بس توزيع جوائز هي كمان هالكوميدي اللي بنشوفه هالهيومر نشوف كل الستارز بيكونوا موجودين بيجتمعوا مع بعضهم هاد اللايف إيفنت اللي كلنا نحن عشقناه هيدا يعني حلاوته صحيح سو السينما موجودين أنه بيرجعوا دول بالثياترز بس كمان بما أنه بعد قصة الكوفيد موجودة كلهم بده يعملوا فحوصات بي سي آر في ناس انصابت بالكوفيد مؤخرا مثل كانت برانا اللي فيلمه مترشح على 7 جوائز أوسكار منه عارف بعد إذا رح يكون تست نيجاتيف رح يجي رح يكون موجود مش موجود سو بعدنا بحال اذا بدك شوي متأرجحة اذا فينا نسميها ولكن دون شك في مستوى افلام مهم وفي كمان لغط على كثير قصص انه كيف في افلام او ممثلين ما ترشحوا المره هلا اذا بدك نحكي عن الموضوع بس الحفل رح يكون الهيئه مش مباشر 100% فيه ديلي بشكرك على هالشغله لانه كمان هون صار في لغط كثير كبير بهوليوود وكثير ناس حكوا منهم ستيفن سبيلبرغ انه ما فيكم تستثنوا جوائز مهمه مثل ما رح يصير السنه 8 جوائز اكثريتها اكيد التكنيكال التقنيه مثل مثلا ساوند ميكسينج حتى افضل بست شو دوكيومنتري في موسيقى قصير افضل فيلم انيميشن قصير بست ميوزك اللي بنعرف قديش الميوزك هي مثل في اشخاص مثل جورج لوكاس المخرج بيقول انه هي نص الفيلم من اهم العناصر حتى بس نسمعها بنتذكر الفيلم يعني في 8 جوائز رح يتم تسجيلها وعرضها قبل بساعه من اللايف تيليكاست او البث المباشر هذا الشيء اكيد اثار امتعاض الكل وهون بدنا نشوف بدنا نرجع نشوف كمان اعتبارات جامعه الاكاديميه او منظمه الاوسكار انه في ضغط عليهم من اي بي سي لانه شفنا قد ايه نسبه المشاهده عم تتدنى كانت مؤخرا وبدهم يفوتوا اكثر هيومر وكوميدي حتى يخلوا المشاهد معلق وعم يحضر الاوسكارز وما يزهق وما يمل لانه شفنا قد العرض طول انا عم يتخطى 3 ساعات ومش دائما عم يكون عندهم اليمنت مثل الين دي جنرس اللي هي شقلت لهم وقتها ووقفوا سيرفرز التويترز والسوشيال ميديا قد ما عملت باز كثير كبيره وما عم يكون كان في هوست كانه صار في لغط مع كذا حدا منهم كيفن هارت والسنه عم نشوفهم لاول مره عم يجيبوا 3 هوست 3 ليديز 3 صبايا كمان هذا الواقع مهم لانه بنعرف قد ايه في قصه كان مي تو والتايمز اب وقد ايه السيدات منهم ممثلين بطريقه جيده والفئات الاقليه الاكثر اقليه مهم يكونوا مميزين واخذوا عين حقوقهم بس صحيح صحيح مش هيك حتى شفنا بشهر تموز الماضي استقدموا مثل كل سنه اعضاء جدد للاكاديمي وكان في حوالي 45 ل 50% منهم سيدات نساء و 39% من الفئات تعتبر اقليات ان كان بشرات بقول ملونه كولر بيبل او غيرهم سو عم نشوف هدول الاوسكارز عم يجربوا يجددوا وحتى استقدموا شيء حتى اذا بدك يرضوا الجمهور يعني عم يكون في نوعين من جائزتين مش رسميه بيصيروا بالفوتنج على تويتر لافضل فيلم بوبولار موفي جماهيري بتصويت العالم على المشاهدين على تويتر وافضل لحظه بفيلم بست فيلم مومنت وهيدي شغله كثير مهمه في كثير مثل ما عم نقول يعني الموسيقى اهم العناصر في اوقات في لحظه بالفيلم صحيح بتكون هي يلي بيحفظوها على يعني مدى سنوات عديده رح نشوف اول تريلر ونرجع نتابع March 27th it's the star-studded movie event of the year and the Oscar goes to with the biggest show opening in Oscar's history it's incredible plus the first live performance of We Don't Talk About Bruno A tribute to 60 years of James Bond.
and a Godfather celebration 50 years in the making. Regina Hall, Amy Schumer, and Wanda Sykes host the Oscars live Sunday, March. هيك رح تكون الأجواء بالأوسكارات في عدة لكينا جوائز وعدة تكريمات. صحيح 50 سنة شفنا The Godfather اللي هو مدرسة سينمائية واللي بعده اليوم نعرف قد ايه الفيلم هو كالت وشفنا كيف فرانسيس فورد كوبولا مش من زمان نزل The Godfather كودا أو رجع هو بتخيله من دون ما يكون في عليه ضغط من استوديو رجع أطلق The Last Godfather و 60 سنة جيمس بوند مين منا بيحب جيمس بوند يعني بيحكوا إنه نحن تنقول 8 بليون بوبوليشن في 6 إلى 7 مليار سامعين مينيموم بجيمس بوند يعني قد ايه هو هالعلامة البارزة عالميا مش بس سينمائيا حتى ثقافيا وفي شغله هم مهمه شفتي ثلاث مقدمات منهم ايمي شومر عم نشوف قد ايه صحيح خلف الاوسكار بيقولوا في تسييس كثير بس حتى اكيد في مسجز ونحن بننطر سبيتشز كل سنه ايمي شومر راحت ابعد من هيك قالت لهم انا بتمنى يكون في مداخله من الرئيس الاوكراني ولكن هون صار في اكيد امتعاض كثير انه ما بدنا نفوت السياسه هالقد ما بدنا يصير في لانه في اكيد ناس معه وفي ناس ضد الحرب رفضوا هذا الموضوع هلا السنه اللي جايه رح نشوف افلام بهالاطار اكيد 100% وانا باكد لك انه رح يكون في اكيد سبيتشز موجهين للي عم نشوفهم حاليا خاصه الحرب بين روسيا واوكرانيا اما توقعات للافلام والترشيحات يلي موجوده اول توقع لافضل فيلم صحيح هيدي والتوقع هيدي الجائزة اللي كلهم بدهم اياها، توقع هو كان بس محيل اقول لك انه كل العالم كانت عم تقول ذا باور اوف ذا دوغ، في النتفليكس اللي في ناس رح اقولها يعني بين المزدوجين ما طاقوه لانه هو سلو بيس موفي نمط بطيء، يعني كيف صار معه من كم سنه بروما كمان في النتفليكس ترشح لعشر جوائز وعمل خضه كبيره وكان فيلم كثير انتمت او اذا بدك شوي حميم لحياته الشخصيه لالفونسو كورون وطفولته بمكسيكو، هون عم نشوف فيلم انا فعلا يمكن استفزني بهدوءه نوع الويسترن الدراما بنظرة مختلفة لهالمخرجة المتميزة جين كامبيون اللي صار لنا شيء أكثر من 10 سنين مش شايفين لفيلم ولكن أكيد منه فيلم بيقدر يعجب الكل يعني إذا بدي كلعب على الطرفين يعني يكون فيلم دراما ونفس الوقت فيلم يعني تحبه الماس يحبه الجمهور مش هيك في كتير ناس ما قدرت كفته هيدا كان أكثر شيء غير بيقولوا الدفة إنه يربح أفضل فيلم وأكيد نتفليكس عم تحلى مثل ما قلنا من شوي إنه تربح وأخيرا جايزة أفضل فيلم ولكن كودا هذا الفيلم اللي هو ريميك عن فيلم فرنسي لفامي بيليه هالعائلة اللي كلهم بعينهم من الصم ما بيسمعوا عندهم بس بنت وحيدة بتسمع هي القصة بحد ذاتها مؤثرة بتساعد أهلها أن يكونوا يصطادوا السمك هذه مهنتهم بعكس النسخة الفرنسية بيكونوا فيها مزارعين بدها تروح تلحق حلمه اللي هي انه تكون مغنيه صح سو هون بتصير هي محتاره وضايعه بين انه اذا بتضل مع عائلتها اللي هي ركيزه اساسيه فيها او بتحقق حلمها بنشوف اذا بدك تريلر بنشوف تريلر ويعني بس بنلفت نظر الى انه الممثلين هن صم صحيح وهي شغله كثير حلوه يعني وكثير مهمه هيدا اول فيلم بترشح هيك مع اغلبيه الكاست كامل يعني عم بيكون مزبوط اغلبيه الكاست بيكون منه من الصم يعني هذا اول فيلم بيوصل لهالمرتبه خلينا نشوف There are plenty of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say? Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. You're the girl with the deaf family? Yeah. I just want to tell you right now. And you sing. Interesting. Something's got a hold on me here. What are you doing next year? Working with my family. Let me tell you now, I've got a feeling. I feel so strange. Everything about me seems to have changed. I've been coaching for Berklee College of Music. I can help you get a scholarship. Of pretty voices with nothing to say. Do you have something to say? You will be required to have a hearing individual on board at all times. With you for the rest of my life.
papers were. يعني حتى التريلر منتابع مع التوقعات للأوسكارات اللي بيصيروا بكرة بعد بكرة حسب التوقيت. صحيح. أوسكار أفضل ممثل، يعني مثل بيقولوا وأخيرا استحقه. يعني ويل سميث بعد ما شفناه ترشح مرتين عن من 20 سنة عن علي دور محمد علي البوكسر الشهير، وبعدها برسوت اوف هابينس اللي هي كلها قصص يعني بايوغرافيز او مبنيه على قصص حقيقيه على سيره ذاتيه، عم نشوفه كمان هالمره بكينج ريتشارد اللي هو المدرب ووالد بطلات التنس العالميات اللي هن فينوس وسيرينا ويليامز، كمان عم يقدر يجسد هذه الشخصيه ويكون ماكسيموم اذا فينا نقول وفي لها، وما يعني كان قبلين الا انه ياخذ رضا البطلات نيناتهم، وهن قالوا له ما رح نحط اسمنا على الفيلم مثل ما هلا صار اكثريه الاشخاص بيعرفوا الا ما نحضروا، وفعلا حضروه كانوا يعني سمها ويعني راضيين عن النتيجه. شفنا قد هو ويل سميث يعني بجرب يكون هالميثود اكتر لما يكون مأثر بشخصيه معينه انه يلبسها، بيتخلى عن ويل سميث على الاخر كليا عن جد، يعني من الممثلين يلي بيتخلى كليا عن شخصيته وخلص بتصدقه بكل حركه وبيتاكد انه حتى شكله 100% 100% قادر يكون عم يجسد شخصيته. صحيح صحيح، فيري ديتيلد، بنشوف كيف بيلبس من الشكل الخارجي للشكل الداخلي، وخصوصا هذه الشخصيات اللي هن اذا فينا نقول افريكان امريكان او البلاك كاركترز اللي كمان بيكونوا لهم كثير وقع مهم بهالمجتمع البلاك كوميونتي، قد هو فعلا عم يقدر ينقلهم مثل ما ذكرتي بهالحرفيه اذا فينا نقول اذا فينا بروفيشناليزم، وبيقدر يلبسهم. سو يعني يمكن اتس اباوت تايم. هو للاسف ما بحب دائما أن اقول انه مثل انه لانه صار مرشح كذا مره مثل ما حنشوف هلا بعد شوي مع جيسيكا تشاستين انه لازم بقى يربح الشخصيه، بس هو كمان بيستاهلها. نعم. سو رح نشوف هلا كمان افلام يعني بتحكي قصه حقيقيه واقعيه لاشخاص بعدهم موجودين، يعني في صعوبه بالشغل وفي دقه كمان بالشغل، وطبعا الحياه فيها طلعات ونزلات، فكمان بدنا نشوف الدراما كيف بدها تاخذ هالافكار او كيف بدها تاخذ هالاحداث وتكون عم تنقلها بطريقه وفيه بدون ما تكون عم تجرح. خلينا نشوف. First date, I took Venus and Serena to the tennis court. Wipe this black off if I tried. I knew I had champions. That's why I lift my head with pride. Venus and Serena gon' shake up this world. فيلم اكيد يعني راح يلاقي تفاعل من الناس لان الكل بحبوا القصص الحقيقيه والسكسس ستوريز من هالنوع، واكيد بعتقد هيدي يعني هالجائزه من 6 ترشيحات على القليل بده يحوز بهيدي الجائزه فيلم كينج ريتشارد، لانه عن جد شفنا ويل سميث قديش اشتغل على هذا الفيلم واشتغل لحاله، بالرغم من انه اكيد الممثلين الباقيين شفنا قديش كانوا يعني مهمين، كان بنديكت كامبرباتش وغيره يعني، بس ويل سميث مش بس اتس اباوت تايم، انا بدي اثني انه كمان ادائه بهذا الفيلم كان جدا مميز. افضل ممثله بدور رئيسي كمان رح ننتقل شوي من نفس الروحيه، لان جيسيكا تشاستين يعني غير هذا تالت ترشيح لها مثل ويل سميث، ان كان بعد ذا هيلب او ذا دارك 30
في عندها افلام رائعه يعني انا بعتبرها شخصيا يمكن المال ستريب للجنريشن تبعولها. بعتقد انه كل ما رح يتقدم العمر يعني تتقدم بالسن بالعكس رح تلاقوا الجوهر اكثر جيسيكا تشاستين يعني حتى مس لونكي بترشح تستاهل ترشح عليه او موليز جيم العديد كثير من الافلام اللي بتاخذ فيه حتى هالباور رولز هالباور كاركتر وعم نشوفه هون عم تاخذ دور هالمبشره التلفزيونيه بوقتها بالسبعينات كيف فعلا يعني عملت مثل خضه نوع على التي في وقد كان وقتها كان جريئة حتى بالميك اب تبعولها اللي شوي كان مستفز مع انه هي كانت عم تلعب دور المبشر اللي كثير هي هيك كايند وسوفت سو قدرت تجمع بهالشخصيه وقدرت to embody this character. شفنا حتى أدي البروستاتكس وأدي شغلة حتى قدرت تتفاعل مع الشكل اللي عطينا إياه بالفيلم. ودارسة الشخصية كتير منيح خلينا نشوف. Tammy Faye, what'd you do? Hello, mother. This is Jim Baker, my husband. It's all part of our mission to help people. Anyone who's hurting or they feel like they've been left out, God has a plan for us. What'd he tell you to do this time? Jesus keeps a ticking me higher and higher. Jim will preach and I'll sing. Higher and higher. Jesus. God does not want us to be poor. Mr. Fowler, a pleasure. Now God has a voice in this fight. Who's he fighting? Liberal agenda, homosexual agenda. Faith isn't political. You can't talk to him like that. Jerry Falwell is a powerful man, Tammy Faye. She's a firecracker, Jim. If everyone watching could double their pledge just for one month. God loves you. He really does. We're not doing anything wrong, though. Is that a question? Tammy and I are undergoing the most vicious attacks. Serving God don't feel like it should be a money-making opportunity. You know, when I saw that clipping with my face on it, I thought for a second that you were proud of me. Oh, Tammy Faye, you follow. شفنا قد ايه يعني صعبه هيك شخصيات كثير مركبه لانه عم نحكي عن يعني مراحل حياته بكل مرحله الشخصيه بتتغير فالتمثيل كمان بده يكون عم يتابع الشخصيه ياخذ كاركتر جديد كل الوقت صحيح وتعطيها حقها لانه العالم عرفت تامي فيه شوي بطريقه فيه سطحيه يعني لما طلعت حتى مقابله مره مع ديفيد لاترمان شفنا قد الناس يم تستخف فيها مع انه هي عن جد شهاز بيقولوا اكثر من بيبين بس على الشاشه سو هون بتاخذك على البعد وهون انا مهم بعتقد بالنسبه لكل ممثل لو نذكرها شوي سريعا انه مش بس يقلد الشخصيه انه في كثير بين انه قلد شخصيه والبسها مثل ما هي او فعلا عيشها ومثلها يكون في شويه هالميثود اكتنج انه اقدر اعرف منين اجت خلفيتها بشو قطعت وشو مرت حتى اقدر فعلا اعطيها حقها انا على الشاشه وفي علاقه كابل كمان بدها تكون صحيح افضل ممثله بدور مساعد افضل ممثل بدون مساعد بحس دون منافس اريانا دبوز بهالفيلم اللي كمان ترشح لسبع جوائز اوسكار اللي هو ويست سايد ستوري واللي ستيفن سبيلبرغ بكل تواضع يعني على طول بيقول انه من بعد كل مسيرتي المهنيه انا تسنت لي فرصه انه ارجع اعمل ريميك لويست سايد ستوري الفيلم اللي شفناه من حوالي 60 سنه 61 عم نرجع نشوف عن جد استعاده بطريقه رائعه لسبيلبرغ بهالميوزيكال كثير حلو واريانا دبوز حسيتها كثير دايناميك يعني كثير حركت الشخصيات من حواليها لدرجه انه فعلا تستاهل تحوز باوسكار افضل ممثل عن دور مساعد Trailer. The greatest. So I have been challenged by what would be the right musical to take on. And I could never forget my childhood. I was 10 years old when I first listened to the West Side Story album, and it never went away. To have been able to fulfill that dream and keep that promise that I made to myself, you must make West Side Story. Divisions between unlike-minded people is as old as time itself. And the divisions between the Sharks and the Jets in 1957, which inspired musical, were profound, but not as divided as we find ourselves today. It turned out in the middle of the development of the script, which took 5 years, things widened, which I think in a sense, sadly, made the story of those racial divides, not just territorial divides. Kill the lights. More relevant to today's audience than perhaps it even was in 1957. One of your own kind, stick to your own kind. It's such a profound story. It speaks to every generation. I'm not Puerto Rican. Is that okay? That I'm not? I don't know. It's just that love bridges every divide.
It's timeless in the sense that we'd be reminded of that story as often as possible. This is a tradition on all of our movies where we toast the first shot and we toast the last shot. And I just want to say that we have been actually in production on this for months. The choreography, the dance rehearsals, the music. We've all been doing this with Gustavo Dudamel and David Newman conducting the New York Philharmonic Orchestra. Janine Tesori's work, getting everybody primed and ready to sing these great songs, as great as anybody has ever sung them. But now to actually bring all those في تريفياز كتير على هالخبرنا 100% وهلا بس عم شوف ريتشل زيجلر الممثلة الأساسية تذكرت أنه لما عم تقول على السوشيال ميديا كانت أنه بتمنى الحظ للكل ولأنه أنا من دعيت روح الأوسكارز وعملت خضة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف رجعت قررت شركة ديزني أنه تكون تستدعيها تتروح تحضر حفلة الأوسكارز لأنه بنعرف نحن الأكاديمي بتنسق مع الشركات المنتجة وبنعرف أنه هلا هي مرتبطة أكيد مع ديزني وبسنو وايت يعني عم تصور بلندن سو لحتى ترجع تجي بتعرفي قديش تتوقف أنت نهار التصوير قد بيكون في برودكشن كوست وقد في بادجت كثير ما بيتأثر ويتغير سو كمان هون بدي اقول هالشغله مهمه قد ايه الانترنت بحد ذاته مثل ما اثرت وطلعت لنا شيء اسمه الستريمينج قد ايه كمان اثرت على انه كل كاركتر بس يحكي قد ايه ممكن ياثر وشو ممكن يعمل وقد يكون في له وقعه زياده بالعالم السينمائي. بنرجع على كودا عوده لألوم مع افضل ممثل مساعد ممثل ضد مساعد الممثل كمان اللي هو من الدف كوميونتي او اصم تريكوتسور عم يقول انه هيدي اول مره يعني بتاريخ السينما عم يترشح ممثل اصم عن هذا عن هذه الجائزة وبدنا نقول كمان انه هذا الفيلم مثل ما ذكرتي كاتيا انه اغلبيتهم هذا اول فيلم كان بيوصل لهالمرحله اغلبيتهم كاست اصم سو هذا مساج كثير مهم للكوميونتي هو ديجا صار حايز على اهم جوائز ولليوم يقول انا ماني مصدق لقد ايه انا قدرت احقق فعلا لهالكوميونتي من بعد ما صار لي سنين عم مثل مسرح والسينما قدر اوصل لهون واعطى اكيد الفضل كمان للممثل اللي هي كمان من هال شو اسمه فئه العالم الممثله الاصم اللي هي مارلي ماتلن اللي راح حازت كمان على الاوسكار ب 87 عن تشيلدرن اوف ليسر جاد وقد هي دعمتني والكاست اللي معي حتى اقدر اوصل انه فعلا اقدم هذا الامر وشكروا اكيد نرجع هون لموضوع الستريمينج بلاتفورمز ابل تي في بلس اللي اشتريت هذا الفيلم من ساندنس ب 25 مليون دولار وهذا مبلغ يعتبر خيالي سو هون عم نشوف كيف قدرنا نرجع نشوف انه كودا يتنافس على افضل فيلم بعد ما اخر فتره كلنا شفنا ذا باور اوف ذا دوغ انه هو اكيد رح يربح افضل فيلم ولكن من بعد بروديوسرز جيلد اوف امريكا والسكرين اكترز جيلد ورايترز اكترز جيلد ورايترز جيلد اوف امريكا عم نشوفهم كيف كلهم سوا عطوا الجائزه الاساسيه لكودا هون قلبت الدفه هلا وصرت انا حتى عاطي صوتي انه ممكن كودا يحوز بجائزه افضل فيلم طب كمان نرجع نشوف مشهد من كودا ونرجع واو Thank you so much to all the members of SAG. I am so proud to be a member. I've been a member since 2001, and so now I feel like I'm finally part of the family. And I know you all are artists, and I know what you all know what it's like to be a starving actor. Back then, I used to sleep in my car, I slept in my dressing room backstage, I couch surfed, and all of that. You feel me, right? And so, thank you so much. I'm so grateful to SAG to protect us actors. And now, the producers, thank you so much to Pathé and Vendôme for having faith in our project. They really believe. سبيتش كتير حلو كتير حبيت انه الممثلين هن صم صحيح. يعني هيدي الخبرة الشخصية اللي عم تتجسد بفيلم الخبرة فعلا حقيقية لانه في اشخاص يمكن ما بيكونوا عايشين هالتجربة ما بيعرفوا بفكروا يعني بضل بإطار التمثيل صحيح. كمان حتى يعني المشاهدين بضل بالنسبة لهم فيلم بس لما الاشخاص عن جد هن عايشين هالتجربة يلي عم يمثلوا فهيك أكثر في كثير حقيقة كثير مميز قلتي لأنه بالنسخة الفرنسية صار في ثورة حواليهم لأنه كل الممثلين كانوا لا بيسمعوا طبيعي سو هون ما يعني ساين هذا اللي هي أصرت المخرجة أنه لا أنا بدي الممثلين يكونوا هن من هالكوميونتي يعني الأشخاص الأصم حتى فعلا يقدروا يكونوا هالقد واقعيين مع الدور وحتى الممثله بس الرئيسيه شو اسمها مارلي ماتلن لا الصبيه الصغيره ايميلي جونز ايميلي جونز حتى بتسمع طبعا وبتحكي بس تعلمت الانشاء بطريقه كثير حلوه او بطريقه كثير يعني مميزه وكانه فعلا هي عايشه مع عائله ما بتسمع بنتابع مع اوسكار افضل مخرج
افضل مخرج. هون رح نرجع نعطي الدفه لذا باور اوف ذا دوغ لجين كامبيون اللي اكيد ترشحت قبل هالجائزه وما ربحتها وقتها، ربحها ستيفن سبيلبرغ عليها اللي كمان هالمره عم ينافسها بويست سايد ستوري بال94 اول مره. بعتقد رح تحوزها لانه بالرغم من قد ايه في ناس حبت الفيلم، في ناس حتى من السينمات كوميونتي او مجتمع السينمائي مثل سام اليت اللي طلع وعملت بيقولوا خضه لما قال انه انا ما حبيت الفيلم ومنه هذا مجتمع الوسترن وقتها ما بيمثلنا. بالرغم من كله من كل هالشيء اخراج السينمائي لجين كامبيون دون شك انه كثير مميز. واذا نتذكر حتى فيلم القديم ذا بيانو او برايت ستار او كذا فيلم لتون بنشوف قد ايه هي، وخصوصا بهذا الفيلم مع مديره التصوير سينماتوجرافر اري باجنر قد ايه قدرت فعلا كاتيا تحكي بمشاهد من دون ما يكون في سيناريو، وهون تميزها بغض النظر اذا نحن حبينا الفيلم او ما حبيناه او لانه هو سلو بيس وبيحكي عن حقبه قديمه الويسترن ونحن معودين لاكثر بافلام اكشن. سو فعلا بقول شيء يعني شي واز ايبل تو فيربلايز، يعني قدرت تحكي بتصوير بمشاهد رائعه وباخراج جد متميز. ولو برجع بقول فيلم بطيء جدا بس تستاهل هيدي الجائزه لانه خلتنا نشوف عن المجتمع بوقتها اذا بدك بالقالب الويسترن نحن شفناه اللي ما شايفينه بغير افلام. نعم. يعني قدرت تورجينا اياه بقالب غير نمطي. نعم. بصوره باور اوف ذا دوغ. لياس دومار انا كثير انبسطت فيك اليوم بعد نلتقي بعد كل هالسنين. صحيح. كمان ونحكي سينما بالرغم من كل شيء عم بيصير حوالينا بدنا نضل نحكي ثقافة وفن وسينما وكل شيء طبعا. شكرا لك منهي مع The Power of the Dog. أهلا وسهلا فيك. ميرسي كاتي. Twenty-five years since our first run together. 1900 and nothing. It's a long time. What you doing? Getting mixed up with her. You are marvelous, Rose. We were married Sunday. Little lady made these. I did, sir. Well, Brother Phil? Open up the gate, let him out. You sure he's not ready? Go on, let him out. A man's made by patience and the odds against him. For what kind of man would I be if I did not help my mother? Peter! If I did not save her. Lonesome place out here, Pete. Unless you get in the swing of things.